السلام عليكم، معكم أحمد جمال من قناة إيفوي. جهاز البلايستيشن 5 جهاز رائع، صدر يعني يمكن ما كمله 3 شهور لحد الآن، ويد التحكم بعد 10 أيام من إصدار هذا الجهاز بدأت تخبط، وشكاوى المستخدمين بدأت تظهر في ريدت وفي السوشيال ميديا كل مكان، وتحديدا مشكلة الدريفت في يد التحكم. يعني فجأة شخصيتك تتجه يمين او يسار بدون ما تمسك يد التحكم، وهذه المشكله قد صارت لي قبل كذا مع يد البلايستيشن 4. المشكله دي قديمه، يعني المشكله هذه كانت موجوده في يد التحكم السويتش جويكون من 2017، وعلى كثره الشكاوي من المستخدمين لم تعترف نينتندو الا بعد سنتين 2019، وعارضت اصلاح مجاني اليد او استعاده مبلغ اليد. طبعا بعدها قرر الاتحاد الاوروبي فتح تحقيق في المشكله بعد ما وصلتهم اكثر من 20,000 شكوى، ناسي الرقم، موزع على اغلب دول اوروبا. الآن يد بلايستيشن 5 تعاني من نفس المشكلة، وأتذكر صديقي عبد الله ذكر لي أن المشكلة هذه عنده أيضا واحد نلعب أوفروات. فالغريب أن نفس هذه المشكلة مثل ما ذكرت موجودة في يد البلايستيشن 4، وأنا شخصيا عندي يدين، هذا قبلها اثنين كمان نفس المشكلة، دريفت يعني تلف فجأة كذا. أنا ما مسكت اليد ولا سويت أي شيء، أو كمثال لفيت يمين لا هي تقول لي أنا هروح يسار. فببساطة المشكلة تكمن بأن اليد ترسل أوامر خطأ لجهاز البلايستيشن بدون تدخل منك. يعني تقريبا ممكن تكون مشكله برمجيه، لكن غريب ان جميع الحلول المتوفره مثل انك تسوي ريسيت لليد زي اعاده ضبط المصنع او تشحنها يوم كامل او اي حل متوفر حاليا على النت لا يعمل للاسف. طيب ايش الحل يا ام احمد؟ بلاي ستيشن اوروبا في الوقت الحالي يعرضوا اصلاح اليد بانك تشحنها لهم، وهنا وقفه، اذا كانت مشكله سوفت وير فليه ما ينزلوا تحديث تحل المشكله يعني بدل ما اشحنها لهم؟ شيء غريب، يعني هي هاردوير ولا سوفت وير؟ ماني فاهم. المهم يد التحكم تدخل تحت الضمان، ويختلف من دوله لاخرى. في حاله انك كنت في السعوديه تواصل مع المتجر اللي انت اشتريت منه الجهاز او اليد، وافهم منهم هل ترجع لهم اليد او ترجع الوكيل او ايش تسوي بالضبط. المشكله اذا رفضوا يعني، وهذه تصير عندنا كثير يعني تعرف انت احنا دول متقدمه، فتقدر ترفع شكوى عبر تطبيق وزاره التجاره وهم بيتصرفوا معهم. يعني ضمان الجهاز في السعوديه وملحقاته سنتين تقريبا، يعني امورك طيبه. اما بالنسبه للبلدان الاخرى فتقدر تسوي نفس الشيء انك ترجع اليد ما دام عندك الفاتوره او اي شيء يثبت انك اشتريت منهم. للناس اللي ضيعت الفاتوره الله يعوضك خير، وللناس اللي اشترت الجهاز وما في ضمان او وكيل رسمي في بلدهم فالله يكون في عونكم. يعني ما تقدر تروح تشحنها يعني ترجعها لامازون وانت في دوله عربيه، وشوف التكاليف قديش حتكون. يعني حتى الادابتف تريجر المميز في يد البلايستيشن 5 عليه شكاوي انه يفصل والمقاومه تخف والمقاومه ما تشتغل. هذه مشكله النسخ الاوليه كالعاده. يعني عشان كده انا مروق وبنتظر لين يحلوا اغلب المشاكل وبعدها افكر اشتري الجهاز، وبالمره يكون نزلت عليه اصلا العاب اكثر. بلاي ستيشن تقريبا وفروا صفحه اسمها بلاي ستيشن فيكس اند ريبليس للاصلاح، فيها خيارين يد التحكم، واضح انه فعلا في مشاكل، لكن تخيل انه اغلب الحلول هذه ما تحل المشكله حقت الدريفت، مو اغلبها كلها ما تحل هذه المشكله اصلا، فما في فائده اصلا من صفحه دعم فني. المشكله في المنتج سوفت وير او هاردوير انا ماني فاهم، بس في الغالب سوفت وير، لانه انت يعني اليد بترسل اوامر خطا للبلاي ستيشن فيقوم يحذف يسار او يحذف يمين او اللي يكون، ففي شيء غلط يعني سوفت وير برمجيا. يعني هذا ما شاء الله، طبعا ما نقدر نقارنهم بالامريكان، اليابانيين دائما عندهم مشكله في السوفت وير. يا ريت لو هذه الشركات تشوف فين اكس بوكس يصنعوا اياديهم وتعاملوا معها يعني بدل الخربطه هذه. حرام، يد جميله وفيها ابتكارات رائعه، وما زالت مشكله الدريفت من ايام بلاي ستيشن 4 ومن 3 كمان كانت موجوده. شيء يقهر، ايش كيف ماني عارف احل المشكله هذه الى الان؟ ثلاثة اجيال فعليا. الله المستعان. اكتب لنا لو كنت تواجه نفس المشكلة، ولا تنسى زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات، واشوفكم في خير.